كنوز اف ام. كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها. حبينا زاد مرحبا نتعرفوا عليهم بالطبيعه. يلا تفضلوا تحيه لهم. تحيه ديجا مرحبا ديجا على يميني ديجا على يميني ولا مش شايفوا كلمه. لو كان نتعرفوا على المجموعه اللي معاكم اللي حاضرين معنا اليوم. شكرا تحيه لي كل الساهرين على مهرجان سيدي ظاهر بسوسة. حاب نحييكم ونحييكم باسم أطفال ولاية سيدي أبو زيد من أبناء الشهداء الأمنيين. نحن باسم اللجنة الأحداث الأخيرة المؤسفة والمؤمة. احنا جينا نشكركم وانا نبدو باللغة هذه وها هي الولايات الداخلية وأطفالها رجالها نسائها وشبابها ينبدو باللغة العربية. نحب نحيوا سيد مدير المهرجان اللي فرح بنا برشا ونحيوا إدارات سوسة ابتداء من السيد الوالي السيد رؤساء المناطق والسيد المدير الإقليم والأمن والكل. نحب نحييهم ونحب نحيي السيد مدير المدرسة اللي فتح لنا المجال وكل الحاضرين من سوسة. بارك الله فيكم في السيد. هذه الشهادة تقدم من ابنة شهيد من الحرس الوطني اللي توفى شيماء. تفضل يا شيماء حبيبي المهرجان. شيماء اجا شيماء مع التصويرات. وين وائل؟ وائل يلا نصور مهرجان رفيق. وتحيه لكل الصحفيين اللي حاضرين معنا اللي قاعدين يغطيوا في الدوله هذه كاحسن ما يكون. كل الرسائل على الناس سواء كانت مكتوبه مرئيه مسموعه الكترونيه. كل الزملاء تحيه لكم ومرحبا بكم. شكرا جزيلا لكم. مرحبا مرحبا بكم بطبيعه انتم في بلادكم. اهلا وسهلا بكم. مرحبا تحيه لسوسه. ان شاء الله سهرين عادية وحلوة الليلة مع بعضنا من العشية هم معنا في جروب وكل شيء. مرة أخرى بداية تصفيق المايسترو كمال بن عيسى. هاي بخير بن عيسى عباس. Thank you.
على الفنان الكبير عبد الرياحي. اوكي ادخل فين وخطر. تكويت وما قلت حيت هزيت الجمرة بيدي، تكويت وما قلت حيت هزيت الجمرة بيدي، تغريت عشقت وحبيت، تغريت عشقت وحبيت، تغريت عشقت وحبيت، لومي على قلبي وعيني. تكويت اي 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 طلع لي واحد يوصل خلي يا وليدي يا بابا غايو يا ودي نحب نسمع صوتك انت راك ماهوش برنامج تاع تقليد نحب نسمع صوتك انت وقت عاد غنيت لهم اغنيه السيريو بصوتي اغنيه نحبها برشا ماهيش معروفه هي الفنان اسمه فايد محمد فايد ممكن بعض هكا يعرفهم خاصه اللي هكا اللي عمره ما 30 سنه فوق كبير لمون الناس على حبي لمون الناس وكان الذنب مش ذنبي وما للناس جدادة خلت قلبي في حالة في حالة يا مليك شكيت بمواجعي خبرتك منك شي مريت يا صاحب مصلحتك عامل فيها صاحبي والله زمان عجيب الخاين فيه بكثرة لصاحب لحبيب اللي يسون العشرة لو جيبك مليان الكل يحبوك وإذا راح المال في لحظة يبيعوك عامل فيها صاحب Say.
غني في سوسن غني نتغزل بالقناة سوسن يضربني أغراضي يعجبني لأنه يحب يكون متنوع مختلف. البعض فينا ما يحبش ممكن التنوع، يحب يحسرك في شيء معين يقول لك لا أغني، لا ما تحسرنيش أنا فنان سوسن شفته اليوم يعني غنينا كل الأنماط الموسيقية الكل سيتي سبونتاني خلت بعض الأصوات اللي حبيتها، لكن كله في إطار في جو فني. معناه أنا ما خرجتش مشيت عملت عملية جراحية ولا ريفيزيون موتور، معناه باقي في مجالي أنا قاعد نقل آخر نحوس. كنوز FM كنوز FM نسيك الدنيا وما فيها.